التنين بعد الأخبار موعد ثابت مع الـ 15:44 ومع الإعلامي توني خليفة. مواضيع كتير منستعرضها بها البرنامج ومننطرها من أسبوع لأسبوع. شفنا مبارح رد السفير السعودي للـ 15:44 عن تهجم حزب الله وحلفائه على المحكمة الدولية، وكيف برر سفير لبنان باليمن اتهام السفارة بتقاضي أموال من الجالية اللبنانية لا ترحيلها. أبو شجاع خبر 15:44 كيف استرد السبايا الأزيديات من داعش، وكمان ناقشنا ملف حول العائلات اللبنانية اللي عم تغير مذهبها وطائفتها لتحافظ على عملها بالخليج. فضائح سكايب تضرب بقوة من جديد، شخصيات عربية ولبنانية ضحية عصابة نسائية. مبدئيا 90 سنة وأم جوزيف نادرة نفسها لمعالجة الحروق. 15:44 خبرنا القضية القصة كاملة، وكمان شفنا كيف بترد زوجتك إذا قلت لها مخطرة ونصحانة، يعني كتير. وبالحلقة كمان قصة علي يلي فقد أمه وفقد إجري كمان، ولكن الـ 15:44 ما بده يفقد الأمل. بالحلقة كمان طرحنا القضية حول مين صور جثة أنيتا بسيارتها ووزعها على الفيسبوك قبل حتى ما أهلها يعرفوا بالموضوع، وبدل ما يكون عم يتصل بالصليب الأحمر. قضية فعلا كبيرة أنه نكون يعني صرنا عنا هالقد شعور مخدر. رح نشوف نحن وياكم أجواء 15:44 كثير مهم. بلش معنا من حوالي سنتين هيدا الموضوع، بلشت بوادره جديدة على منطقتنا، وهو موضوع سكايب. موضوع سكايب اللي يبدو انه هالمرة فضائحه رجعت من جديد وعم تضرب بقوة، ومن بين ضحاياها عمليات الابتزاز لعدد كبير من شخصيات. حسب مواطن أردني رح يشارك معنا بحلقة الليلة بيقول إنه من بين الناس اللي تم ابتزازهم من عصابة نسائية طلبت منهم التعري أمام سكايب وإنهم يقوموا بحركات جنسية قدام الكاميرا. تم تسجيل هذه الحركات أو هذه الوضعيات وأعيد نشرها، وتم ابتزاز أصحابها اللي يقال إنه هن في منهم ناس معروفين رجال دين سياسيين على مستوى العالم العربي، وتم ابتزازهم بعدد من المبالغ. اللي دفع انشال الفيديو عن الانترنت، اما اللي ما دفع بعد فيه لحد هلا بعض الفيديوهات موجوده لإلهم. خلينا نشوف هالتقرير وبعدها بنكون مباشره مع ضيفنا الذي اتى من الاردن خصيصا للمشاركه معنا بهذه الحلقة، وهو عادل صالح، بالإضافة إلى الرائد ديالا المختار رئيسة فرع الدراسات في شعبة المعلوماتية في قوى الأمن الداخلي. خلونا نشوف هالتقرير أولا. موضوع الابتزاز المادي بفيديوهات جنسية عبر الإنترنت منه موضوع جديد، سبق وحكينا فيه أكثر من مرة. هالمرة وصلنا رسالة من شخص أردني بيقول فيها أنه بيملك ملف عن عصابة نساء عم تبتز الرجال العرب. الشخص الأردني زودنا بروابط للفتاة يلي عم تبتز الناس حسب قوله، وللصفحات يلي تم إنشائها على فيسبوك وعم ينشروا الفيديوهات الجنسية فيها. الشخص الأردني كمان زودنا بفيديوهات للضحايا كان هو نزلها عنده قبل ما يتم حذفها عن الفيسبوك. هيدي هي المعطيات اللي وصلت لبرنامجنا، ونحن بدورنا منحطها بتصرف الجهات المختصة. ننتقل أنا وياكم هلأ مباشرة لعند إلي بتكنولوجي. بأسبوع الألام عند طوائف التابعة التقويم الشرقي، ام تي في أكيد عم تتابع معكم أكثر من فقرة وأكثر من برنامج. بذكركم أنه بأم تي في لايف عم نتابع نحن وياكم مع المسيح كل نهار سبت هلأ بخلال هالفترة، وعم نكون مع شهادات عن المسيح وعن زمن الصوم وعن زمن القيامة. بذكركم كمان بسوبر بوك اليوم الساعة 4 بعد الظهر، هالرسوم
المتحركة أو الأنيميشن الخاص بالأطفال، بس نحن فينا ناخذ منه أكيد أشياء كتير حلوة. ما تنسوا كمان موعدكم مع المسيح ولبنان يوميا بلايف حوالي الساعة 12، حوار بين الأديب الراحل مني المر والدكتور الأب يوسف مونس. أما بهالأسبوع موعدكم مع هلما خذوا نورا يوميا بتمام الساعة 4 إلا 3 تراتيل بيزنطي بمناسبة الأسبوع العظيم لدى الطوائف الأرثوذكسية المشرقية. بتنشدها جوقة سيدة البلمند بقيادة جيلبير حنا بترفقها وقفة تأمل من دار سيدة البلمند البطريركي كنيسة رقاد والدة الإله التاريخية. موعدكم كمان مع وثائقيات خاصة وأفلام بتجسد قصص قديسي الكنيسة حوالي الساعة 5:30، وكمان ريسيتالات دينية خاصة بهالمناسبة. أما الجمعة 10 نيسان بعد الأخبار فموعد مع قصة الحب والشهادة الكبيرة العظيمة بفيلم Passion of the Christ. لكل الصايمين صيام مبارك، وأكيد نحن بانتظار الأيام المجيدة وحلقة خاصة من ألايف نهار السبت. بمناسبة الأسبوع العظيم لدى الطوائف المشرقية، ام تي في تقدم ترانيم بيزنطية يوميا من دير البلمند البطريركي. هلم خذوا نورا من سبت أليعازر لغاية أحد القيامة الساعة 4:45 على الام تي في. أما ليلى وبهالحلقة من هيدا حكي بتجتمع السياسي والفن والأخبار والجنون بحلقة ضيوفة الإعلامي وليد عبود، الفنان جاد شويري المخرج المبدع والفنان الشاب صاحب الأفكار الحلوة. اليوم معاد الكرم بهيدا حكي، أكيد حلقة مميزة مثل العادة. أما أجواء 15-44 مبارح، خلينا نرجع نشوف كمان مشاهد منها. حادث، صورة، بوست على فيسبوك أو تويتر ما بتفرق، المهم نقل الحدث حتى لو كان حادث أليم وفي قتيل والدم بعد ما نشف. قبل ما نتأكد إذا الشخص توفى أو بعده عايش بدنا نصور، قبل ما نطلب الإسعاف بدنا نصور، قبل ما نحاول ننبه السيارات إنه في حادث تما يوقع حادث تاني بدنا نصور. هيك صاير وقعنا بلبنان، ويلي دفعنا نتناول الموضوع هو حادث سير وقع على أوتوستراد الفيدار من كم يوم وأدى لوفاة السيدة أنيتا يونس. ومثل غير حوادث تناقل الناس صورة لجدة أنيتا من دون أي مراعاة لمشاعر بناتها وجوزها وأهلها، وطبعاً نحن منمتنع عن عرض الصورة. ومرة جديدة ما تواخذونا، بس هيدا الفرق بين الإنسان والحيوان. إنه بعد ما شفنا هيدا المشهد المرة الثانية بنقول نتمنى نكون حيوانات ولا إن نكون مثل بعض هالأشخاص
اللي بالفعل ما بعرف يعني ما بعرف شو بيكونوا يعني شو عم بيكون عم بيحس هيدا الشخص. حتى انتهاك الخصوصية يمكن صارت أمر عادي عنا بهالأيام، يعني إنه ما بعرف إنه معقول توصل وقاحة واللا إنسانية ببعض الأشخاص إنه بدل ما يستعملوا تليفونهم لطلب الإسعاف أو محاولة إنقاذ شخص تعرض لحادث خطير إنه يقف يصور جثة شاب أو صبية أو رجال أو طفل ميت داخل سيارته بحادث سير. والأوقح من هيك إنه مش بس صور، أول ما بيروح بيبعتها واتساب لأصحابه أو بينزلها على صفحة الفيسبوك أو على مواقع التواصل الاجتماعي. طيب هيدا الإنسان إذا سميناه إنسان، لأني أنا بشك إنه يكون إنسان، ما بعرف يعني ما فكر إنه هيدا الشخص أو هيدي الست عندها بنات، عندها أم، عندها بي، عندها جوزة. اليوم بالمستشفى يا خيي لما يكون في جدتي لا سمح الله معرضة لا تشوهات بيسكروها وما بيخلوا الأهل يشوفوه حفاظا على مشاعرهم. فبنيجي نحن هيك بكل بساطة بنصور حادث القتيل أو بنحطه هيك وبننزلهم على الفيسبوك إنه بنصير نحلل أخبار. يعني ما بعرف إلى أي درجة، يعني هذا الموضوع من زمان بدنا نحكي فيه، ولكن الحادثة اللي صارت مع أنيتا الله يرحمها يعني والصورة اللي وزعت لهالست اللي هي عاشت كل حياتها، يمكن لأنه نحن بنعرفها وهي كمان بتكون قريبة شخص أنا بعتبره خي بالنسبة لي هو الأستاذ حبيب يونس، يعني إن شاء الله يكون فداكم والله يرحمها الله يخليك. يعني هذه الست اللي عاشت كل حياتها يعني عطول بهمها مظهرة وبهمها يعني أنا دائما تبين لائقة قدام كل الناس، يعني معقول يجي شخص هيك حتى بمماتها ما بعرف شو فينا نسميها. يعني أنتوا كيف تلقيتوا هيدا الموضوع حبيب يعني أول ما وصلتكم الصورة؟ خليني أقول لك شغلة، التربية اللي ما بتقوم على كلمتين العيب والحرام بتأدي لمجموعة أخطاء من اللي شفناهم. يعني قبل الصورة سيستوني كيف تلقى نافذ جوزها لأنيتا دكتور نافذ جونيس كيف تلقى الخبر؟ خبروني قال حدا دقال له قال له مرتك عامل حاجة، واحد اجى شاف السيارة اوكي كتر خيره انه اجى ركض دغري بيقرأ على الازاز طبيب دكتور نافذ جونيس بدقل له بقول له عندك هالسيارة مرتك اسمها كذا توفي عملت حادث وتوفيت. يعني ليك هالإنسان الأرعن وفكره عم يعمله منيح، هذا لا بيعرف العيب ولا بيعرف الحرام. لا هذا طبعا يمكن صارت معه يمكن تحت تأثير وهلي أو صدمة يقول له عملت حادث إيه. يعني بلحظة ردة الفعل العيب والحرام ستيستوني، بس الصورة أنا الصورة هيدي ما رأيت معي توصل لك. ما هي منظومة أخطاء لا بتعرف لا العيب ولا الحرام أدت للي أدت له. هيدا واحد نافذ لما وصل على موقع الحادث صلى بإيده على وجهه وقال المسيح قام وقف هون سلم باللي صار قدامه فل ناس وراه شافهم هو شو شافهم او سلم. رح نتابع نحن وياكم لايف، رح ننتقل هلا لعند تينا وشيف جاد لنشوف شو محضرين لنا اليوم. حضرت المقادير وبلشت طبخه تتحضر موجود. هاي 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 شو اليوم في عنا شيء كثير طيب، في سمك وفي قريدس وفي بطاطا مشوية بالفرن مع دب على جنب. شو الطبخة؟ الأشياء الطيبين رح يحضرون شو مسميها؟ جاد شو مسميها؟ هلا بنشوف. يلا معكم اوكي. قبل الأخبار على شاشة الام تي في عم نتابع حياة سكول، قصة حياة يلي مع الوقت عم تتطور أكثر وأكثر، عم تكتشف كثير أشياء ومن خلالها الأشخاص كمان عم يكتشفوا حالهم. الأربعة بعد الأخبار الموعد مع برنامج قدمته الام تي في للمرة الأولى وحصريا بالعالم العربي برافق مداهمات قوى الأمن الداخلي والعمليات يلي بيقوموا فيها سعيا لتحقيق القانون. وفريق برنامج بالجرم المشهود صار عنده كأنه مسؤولية أنه يكون حد قوى الأمن الداخلي ويكون كمان عم يبين كل هالمواضيع. وبعد الساعة 10:45 بنكون مع الزميل وليد عبود والبرنامج السياسي الحواري بموضوعية.
الخميس بعد الأخبار، البرنامج الكوميدي الأول بالعالم العربي ما في مثله، أوقات يعني ما في مثله كمان، من مضيع برفقة هالبرنامج، ومن بعده منكون مع حديث البلد، وكمان مع برنامج أخذ شهرة كبيرة بالعالم العربي ومع الإعلامية منى أبو حمزة. هيدا برامجنا على الام تي في خلال هالأسبوع. أكيد رح نكون مع وقفات بواتسون ام تي في تاني خلال حلقاتنا بي ام تي في الايف. أما هلأ خلص وقتنا لليوم، فريق العمل بيحييكم، ملتقانا معكم بكرة 8:30. باي باي. اللي فات فيه عم بيعيشه، بعتقد أنا لقى حاله وعم بيوظف مواهبه الفنية أو الموسيقية ليحطها بخدمة الأغنية الروحية والترتيل الروحي لحتى يمجد ربنا، مثل ما بيقول صاحب المزامير: رنموا للرب ترنيما جديدا. شو بدنا نصلي؟ أنا لا بيقولوا إيه؟ نعم عبراج جاي بين الناس مثل القوة اللي صلوا عشرة عيد ولا إجراس وصابي عليك يدلوا نم دميك جديد وعمرنا كنيسة جديدة انجمل بشي جديد، كأنه من طين جديد. اليوم بقيت بسمته وبقيت لدغته وبقيت تطليعته هيك، بقيوا هنزيته مش هيك، أنا ما في طلع فيه، بشوفه بعده قاعد حدي عم بسمعني أغاني. لما شلح توب ربيع ولبس توب توني ما كانش عم يطلع وراه، سمع صوت الله بديناه وقال له فعلا اترك كل شيء واتبعني. غينا راهب غينا خوري، مش لانه ابني، بحبه كثير، شبتنا وعيط علينا كلنا. انا قال ايه ابونا، انت ابونا ابونا. قبل ما نغادر المدرسة المركزية كانت كلمات من الأب توني الخولي، رح نحملها وننقلها بأمانة. أبونا كتار بيفتشوا عن السعادة بالحياة، بالنجاح، بشغل، بزواج. اليوم أنت لقيت السعادة بهالتوب ومع المسيح، شو هالاختبار اللي بيعطي هالقد فرح؟ بس نطلع فيك منحس عينيك عطول مضويين وعطول البسمة ما بتفارق وجهك، يعني قضينا كذا نهار معك بالتحضير للحلقة وبالتصوير، هذا شيء ثابت عندك، كأنه هالحب ثابت ما في شيء بغيره. خلص ما لم المسيح بفوت على قلبك وبيعطيك شيء حلو بحلي لك كل حياتك، ومثل السكر بتحط السكر بالماء وبتحركه وبتشربه، شو بصير؟ سكر حلو مثل السكر. المسيح بدوب فيك، بتخليه يدوب فيك، بدنا نخليه يدوب فينا. المسيح هو السكر تبعنا، هو الحلى تبعنا، هي بفوت فينا وبدوب ونحن منخليه يدوب، حرارته بتدوبنا. انا شو جاي اعمل؟ جاي العب؟ لا، بدك تعيش القيامة مثل ما هي، بدك تعيش الحزن مثل ما هو. ما في مع المسيح بدك تعيش مثل ما هو عايش. يا اما ما بنكون نحن مسيحيين، نحن كثير عم نغبش صورة المسيح بتعاطينا مع بعض، بتعاملنا مع بعض، بالديسيبلين تبعنا. نحن عم نعلم بالمدرسة التهذيب وال وال
وما حدا يضرب الثاني. طب ما هيدا شو هيدا؟ هيدا تعاليم المسيح. أنا ما عم بعمل شي بهالمدرسة إلا بس ضل مع هالولاد. شو هالنعمل اللي أخذتها من يسوع؟ شو هال النعمة اللي فاتت فيي وخلتني كون هيك؟ بدي أعطيها للولاد. كنا إذن مع مقتطفات من الحوار اللي أجري الزميل إلي أحوش مع الأب توني الخولي واللي أثر بكثير من الناس بهالزمن المبارك. بكرة ألايف جديد، تابعونا بكرة بأب تو ديت أخبار لبنان والعالم. بأوروسكوب خصائص برج الحمل ومولود اليوم. بواتس كوكينج طبق جديد من إعداد الشيف. بكونكتد هيفا وهبي بإطلالة جديدة بالصور. بفاميلي رح نحكي مع سيادة المطران جوزيف معوض عن الجنة وجهنم. بديزاين رح نحكي أكثر عن أفكار للرفوف بالبيت. أورولا كعدة بتحكي عن موضة الأعراس بفاشينيستا.